OSPF-V3 بيشتغل مع الـ IPv4 ومع الـ IPv6، فتعالوا أوريكم الاتنين. الشبكة اللي قدامنا فيها IP-ات من النوعين، فتعالوا نبدأ بالـ IP version 6. هندخل عادي خالص على الـ Configuration Mode وهنبتدي نـ Enable الـ OSPF-V3. بنقول Router OSPF-V3 وبنديله رقم Process زي الـ OSPF العادي خالص. برضو الرقم ده لو غيرته أو خليته هو على كل الراوترز هيبقى نفس الأداء في الآخر. لو حابب إنك تدي راوتر ID بتبتدي تقوله راوتر ID وبتديله الID اللي انت عايزها في شكل IPv4 format. بعد كده بنبتدي نفعل الـ OSPF تحت الانترفيسز اللي احنا عايزينها تدخل في عملية الراوتينج. يعني مثلا عايزين ندخل تحت انترفيس FA1/1 وبنبتدي نقول لها OSPF-V3 ونقول رقم البروسيس بتاعتنا ونقول يا ترى احنا بنفعله لـ IP version كام ونقول الـ Area ID اللي احنا المفروض شغالين فيها. عارفين ان الـ OSPF شغال Area 0 اول حاجة، بعد كده بترقم زي ما انت عايز، فبما اننا ما عندناش غير 2 راوتر بس فبنشتغل على Area 0، الـ Process ID اللي احنا عملناها قبل كده والـ version بتاعت الـ IP version 6. طيب لو حبينا نفعله للـ IP version 4 هتبقى نفس الرقم بالظبط، بس هنقول له IPv4. زي ما انتوا شايفين انا فعلت الاتنين بروتوكول ستاك على نفس الانترفيس، لان الانترفيس دي هي اللي موصلاني بالراوتر التاني وانا عايزة فعلا اشغل الاتنين. المفروض اعمل نفس الحركة مع اللوب باك انترفيس اللي بتمثل الشبكة اللي واصلة الناحية التانية من R1، فهبتدي اكزت من الانترفيس دي خالص وهدخل تحت الانترفيس اللوب باك 1 سوري كانت لوب باك 11، وهبتدي اقول لها نفس الاوامر بالظبط. برضه هقول لها OSPF-V3 1 اللي هي البروسيس اي دي بتاعتنا، وهقول مره ان انا عايزه اشغلها للاي بي فيرجن 6 وهقول ان الكلام ده الاريا 0، ونفس الكلام برضه هقول ان هي IPv4 انترفيس تبع OSPF-V3. كده يبقى احنا عملنا الراوتينج لـ R1. علشان نكمل عملية الراوتينج المفروض ان احنا نعيد نفس الكلام لـ R2. هندخل عند R2 وهنبتدي برضو نقول له Configure، وهنقول له برضو ان احنا عايزين بالنسبة للانترفيس الاتنين على واحد هنقول ان احنا هنفعل الـ OSPF-V3. ملاحظين انا المرة دي ما دخلتش تحت البروسيس الاول، وهوريكم ان ده ممكن يشتغل عادي امتى وامتى ما يشتغلش. هقول ان الكلام ده لـ OSPF-V3-1 لو انا حابة ان انا اشتغل على نفس الـ Process ID، وهقول ان الكلام ده for IPv6 for Area 0. نفس الكلام برضو لو حبيت ان انا افعله للـ IPv4. ملاحظين ان هو اشتغل خلاص للـ IP version 6 OSPF-V3، لقى adjacency وفعلا حصل loading لعملية الراوتينج، بس الكلام ده for IPv6. عشان تشغل نفس الكلام بالنسبة للـ IPv4 لازم تكتب الأمر بالنسبة للـ IP version 4. برضو هتلاقوا إن هيلاقي برضو adjacency أو neighbor بس بالنسبة للـ IPv4. فشايفين الاتنين اشتغلوا معانا ازاي؟ عشان نكمل لازم برضو نفعل الـ OSPF-V3 بالنسبة للـ interface loopback. هنخرج من الـ interface دي خالص وهنبتدي ندخل على الـ interface loopback الموجودة عند راوتر 2، وهكتب عليها برضو نفس الأمرين لو أنا حابة أن أنا أفعل الـ OSPF-V3 بالنسبة للـ IPv4 مرة وبالنسبة للـ IPv6 مرة. كده يبقى المفروض أن احنا فعلنا عملية الراوتينج بالنسبة للـ OSPF-V3. طيب إزاي أتأكد أن هو اشتغل فعلا ولا ما اشتغلش؟ ببتدي أدخل على الـ Privilege Mode وبقول له Show OSPF-V3، وانا هنا ممكن احدد يا ترى ايه البروسيس اللي انا شغال عليها، وابتدي اقول له الكلام ده for IPv4 ولا for IPv6. ده لو انا حابه اتاكد من عمليه الـ OSPF نفسها، يعني IPv4 كده هيقول لي ادي البروسيس بتاعه الـ IPv4، ونفس الكلام لو قلت له for IPv6. عايز بقى تتفرج على الراوتينج تيبل، فانت عندك يا اما تقول له show IP route ده للـ IPv4 زي ما انتم شايفين هو فعلا لقى الشبكة 10، أنا واقفة عند R2 فهو فعلا شاف الشبكة 10 بالنسبة للـ IPv4. أما لو عايز تشوف الـ IPv6 Routing Table فبتقول له Show IPv6 Route، وبكده هتلاقي برضو إن هو من عند R2
شاف هناك الشبكة الواحد FE0/64 اللي هي connected عند R1. هنا عندي ملحوظتين مهمين جدا في الشبكة دي بالنسبة للجزئية بتاعة الـ IP version 6. مبدئيا هتلاحظوا ان بين R1 و R2 انا شغالة باللينك لوكال ادريسنج، مش شغالة بـ IP انا مديها بايدي، وده لان ده ينفع جدا مع الـ IPv6 networks ان انت مش مضطر ابدا انك تهدر IP-هات بين الراوترات اللي هي connected مباشرة، وممكن تشتغل على اللينك لوكال IP على طول. تاني حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، احنا هنا عند R2 ما اضطرناش ان احنا نعمل راوتر ID، مع ان عند R1 عملنا راوتر ID. في الشبكة اللي قدامنا دي موضوع امر راوتر ID optional، لان اصلا في IPv4 addresses موجودة يختار منها الجزئية بتاعت الراوتر ID. اما لو كنت عامل شبكة IP version 6 بس، يبقى في الحالة دي كان ضروري جدا انك تدخل تعمل راوتر ID بامر راوتر ID، لان لازم الراوتر ID تكون في شكل IP version 4، وهنا هيكون في الحالة انه الشبكة IP version 6 بس، مش هيكون في IPv4 address يختار منه. يبقى لو الشبكة IPv6 بس كان ضروري تعمل امر راوتر ID، ما كانش هيبقى optional. OSPF v3 المفروض ان هو زي ما احنا شايفين بي سبورت ادرس فاميليز مختلفة، يعني بي سبورت الاي بي في 4 مع الاي بي في 6، وبيدي لك LSA types جديدة، وبي سبورت الاي بي سيك مع عملية الاثنتيكيشن، مش بيعمل اثنتيكيشن لوكال زي OSPF v2 اللي حصل قبل كده. ده بعض الاختلافات الموجودة بين OSPF v2 OSPF v3. لو حابين تعرفوا عنه أكتر وحابين إن احنا نشوف الـ Advanced Configuration بتاعه، ياريت تسيبولي كومنت تحت الفيديو سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب، وياريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. شكراً ليكم.